استشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قليقلة ومخيم قلندية بالضفة الغربية المحتلة. أوضح شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة وأصابت شابين بجروح خطيرة ومنعت إسعافهما، ما أدى إلى استشهادهما. وفي مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال وإصابة 33 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بينها 22 إصابة بالرصاص الحي.